السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. سؤال بقى يا شيخنا. نعم. دلوقتي أنا كان في حد من زمايلي كان طلب مني فلوس سلف. حد ولا أحد؟ لا أحد. أيوه ما فيش حاجة اسمها حد من زمايل، حد حد من حدود الله. ربنا يصلح حالك وحالك يا رب آمين، يا رب آمين. كان أحد طلب مني فلوس سلف، فأنا وعدته خلال أسبوعين هجهزهم له. طيب. قبل ما أوصل الفلوس وصلني كلام من كذا حد من أحد من زمايلي إن هو استلف فلوس كتير من الناس وعنده مشاكل مادية مع الناس دي، وصلت بهم الحال إن هم مشتكينه في المحاكم وإن هو بيستلف وما بيسدش. يعني وعدته بأن تعطيه مبلغا ثم تبين لك قبل الإعطاء أنه نصاب. لا ما بينليش ان هو نصاب، تبين لك مبلغ السلف دون يا حبيبي. افهم ان شاء الله خلال اسبوعين هجهزه لك. افهم يا حبيبي، تبين لك بعد السؤال عنه انه ليس بامين وليس بوفي. هكذا هكذا وانا مخطئ في التوصيف؟ لا تمام تمام تمام. اذا خلاص يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. بس تمام يا شيخ، ما ربنا يجازيك خير يا رب. اياكم الا اذا علمت من حاله انه معسر وأردت أن تساعده بشيء لله خلاص، لكن لأننا نهينا عن إضاعة المال أيضا، نهى النبي عن إضاعة المال والله كره لنا إضاعة المال. ربنا يجزيك خير يا شيخنا. رب وياكم.